بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم يا متين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المتين وعلى آله الذي جاء بالدين المتين وكان مع الكفار لا يداهم ولا يلين، صلاة تعيننا على أن نتوغل في هذا الدين المتين برفق بلا إفراط ولا تفريط، ونتجنب التنطع في الدين يا قوي يا متين. اللهم يا ولي صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الولي وعلى آله الذي توليته فتولاك، وكنت وليا لمن والاه وعدوا لمن عاداه، صلاة تجعلنا من أهل ولايتك بالإيمان والتقوى، فتتولانا بالعناية والرعاية والنصرة، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا حميد يا محمود الذات والصفات والأفعال، يا حامد كل من أطاعه واتبع هداه، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الحميد وعلى آله المحمود في الأرض والسماء، أحمد حامد لله، فهو الحامد المحمود صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلاة تجعلنا محمود العقائد والأقوال والأفعال، حامدين لك على كل حال، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك كما ينبغي لجلال وجهك وجمال ذاتك وعظمة صفاتك يا الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء تصانيفه وزواره في الدارين أمانة. ما زلنا في الوجه الخامس في الحديث 56، حديث غزاة بني قريظة المروي بإسنادنا عن مشايخنا إلى الإمام البخاري الذي رواه بإسناده في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يقول في الوجه الخامس: فيه دليل على أن فحوى الكلام كالنص، وقلنا فحوى الكلام هي دلالة المفهوم، عندنا دلالة المنطوق وهي الدلالة عند النطق، وفي دلالة المفهوم وهي الدلالة عند الصمت اللي هو مقتضى الكلام، ودلالة المفهوم قد تكون دلالة موافقة وقد تكون دلالة مخالفة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: لا زكاة الزكاة في إيه؟ في الغنم السائمة، في الغنم السائمة زكاة. المنطوق بيقول لك إن الغنم اللي بترعى في كلأ مباح وغير مكلفة لصاحبها في التربية فيها زكاة. وبالمفهوم المخالف إن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. يبقى إذا كانت الغنم معلوفة يبقى فيها الزكاة. طب عرفناها منين؟ مش من دلالة المنطوق، ده من دلالة مفهوم المخالفة. واضح؟ يبقى في مفهوم قد يكون مفهوم مخالفة تستدل منه على الأحكام، يسموه فحوى الكلام المخالف، وفي فحوى الكلام المطابق. زي مثلا ما نقول: ولا تأكلوا مال اليتيم، يبقى معناه ولا تضيعه ولا تحرقه، ولا تسرف فيه ولا تهمله. مش مسألة ان النهي الاكل بس، ده كافة وسائل اضاعته. يبقى وسائل الاضاعة الغير منصوص عليها اسمها ايه؟ مفهوم موافقة.
مفهوم موافقة، زي ما نقول ايه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، يعني برضو ما تشتمهمش، ما تضربهمش، ما تسمعش كلامهم، ما تعصهمش، مش كده برضو؟ كل ده اسمها مفهوم موافقة، لان كل هذا يؤدي الى الايذاء، والاف اقل الايذاء. يبقى من باب الموافقة يسمون موافقة الاولوي الا تضربهم، من باب الموافقة الاولوي الا تشتمهم، من باب الموافقة الاولوي الا تؤذيهم باي ايذاء اشد من الاف. يبقى في مفهوم اسمه مفهوم موافقة، وفي مفهوم يسموه مفهوم مخالفة. وهل مفهوم المخالفة يستدل به في الأحكام مطلقا؟ فيه مذاهب، تفاصيل كثيرة، لو كان الوصف لا ينفك ولا الوصف لا ينفك، لها تفاصيل عند علماء الأصول ترجع لكتب الأصول. لكن مفهوم الموافقة يستدل به مطلقا بالإجماع، أما مفهوم المخالف هو ده اللي فيه تفاصيل، واخد بالك؟ هنا بقى دلالة، بيقول لك فحوى الكلام، هو مفهوم بقى. مفهوم الكلام يعني كالنص يعمل به، يبقى المفهوم دليل شرعي. يبقى احنا الأدلة الشرعية مش المنطوق بس، ده المنطوق والمفهوم، فهمت بقى؟ يعمل به، وفحوى الكلام هو ما يعرف من قوة الكلام. وكذلك هذا لما عرفوا من قوة الكلام أنه ما المراد منهم أن يخرجوا لبني قريظة إلا للقتال، لم يحتاج عليه السلام ليبين لهم شيئا لفهمهم المقصود، هذا في الجهاد الأصغر. يعني لما النبي قال لهم لا تصلين العصر اللي في بني قريظة، معناه فاهمين على طول أنهم حيروحوا يحاربوهم، يبقى ياخدوا العدة وياخدوا السلاح وياخدوا كل حاجة، كأنه بيقول لهم بالضبط استعدوا للقتال، مع ان هو ما قال لهمش روحوا قتلوا، فهمت بقى؟ فمن مفهوم انك زي مثلا ايه، لما اقول لك مثلا ايه هات لي اشرب، كويس، من مفهوم الكلام انك لازم تحصل كوبايه عشان هتجيب لي الميه، ازاي يعني؟ لابد عشان تجيب لي الميه هنا هتجيبها في ازازه، هتجيبها في كوب، انا قلت لك هات كوب، انا بقول لك هات لي اشرب. يبقى من مفهوم الكلام انك انت تجيب اناء تضع فيه الماء لتحضره لي، فهمت ازاي؟ ادي معناه مفهوم. فما يقول لهم لا تصلي من العصر اللي في بني قريظة، وبني قريظة اعداء، يبقى من مفهوم الكلام استعدوا لقتالهم، خدوا معاكم السلاح وخدوا معاكم ادوات الحرب، فهمت بقى المسألة؟ فعلشان كده ما سألوش طب واحنا هنروح بني قريظة ليه يا رسول الله؟ هنشتري منهم تمر ولا هنقعد هناك نتفسح ولا ايه رأيك؟ ما فيش بقى اللكاكة بتاعت ايه الجيل بتاعنا. الصحابة فاهمين، ما احنا ايه نقعد نرغي كتير وما نعملش، لكن هم الصحابة بأقل إشارة يعملوا أكبر عمل. جيل محترم لم ترى الأرض مثله إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. علشان كده بيقول لك عرفوا من قوة كلام النبي، يعني من مفهوم كلام النبي، أنه ما المراد منهم أن يخرجوا لبني قريظة إلا للقتال، مش للفسحة ولا للتجارة ولا للتهويش ولا أي حاجة، لأن ممكن أسباب السفر كتيرة، فهم؟ لا، ده هم فاهمين على طول أنها للقتال. هذا في الجهاد الأصغر اللي هو قتال العدو، فاهمين، يبقى يستعدوا لقتال العدو، الاستعداد من مفهوم الكلام وهو جهاد العدو. وكذلك الأمر في الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، وقد أشار مولانا جل جلاله لذلك بقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى أنت سلاحك في الجهاد الإيه؟ في الجهاد الأكبر الاستعاذة بالله والاستعانة بالله على شيطانك وعلى نفسك وعلى شهواتك، فهمت؟ كما أن ألتك في جهاد العدو الخارجي هي السيف وهي أدوات الحرب، يبقى أنت سيفك أعوذ بالله من الشيطان، سيفك أن تستعين بالله في جهادك في نفسك بينك وبين الله عندما تجاهد عدوك الحقيقي وهي الشيطان. اتخذوه عدوا، إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا. عدوك الحقيقي الشيطان، والشيطان بيدخل لك من جهة نفسك اللي هي العدو الثاني، لأنها حيوان دبة
عايزة ترعى وخلاص وعايزة تاكل وخلاص، فهم؟ زي الدواء في الأرض، هموم أرضي، لكن أنت دخل مع هذه الدابة روح همها العلوم ويهمها المعاني أكثر ما يهمها الأحاسيس المحسوسة، يهمها المعاني والفضائل العليا. فحصل نزاع بين دابة عايزة البرسيم وبين روح عايزة معالي الأمور، فحصل بقى هذا النزاع جوه النفس. الشيطان يصطاد في الماء العكر، يوم يجي لك من جهة نفسك، فهي مش هيجي لك من جهة روحك، روحك بتجي لك عايزك تبقى عالي، فهو يسيب الروح لأنه ما يأس منه، يوم يجي لك من جهة النفس عايزة وعايزة 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 طول النهار كده، نفس زنانة أمارة. شوف ربك قال لي أمارة، يعني مش بتؤمر أمر واحد، بتؤمر أمر كتيرة وراء بعضها لا تنتهي ولا تشبع، فهم؟ فيبقى أنت في الحالة دي مفهوم الكلام عند قتال العدو الحقيقي اللي هو الجهاد الأكبر، لأن جهاد العدو الخارجي ده بيبقى أوقات معينة، أنت مش طول النهار في حروب ولا طول عمرك في حروب، أنت بتحارب مثلا شهر اثنين ثلاثة من عمرك عدو خارجي، لكن طول عمرك قاعد بتحارب شيطانك، وعشان كده ده جهاد أكبر، وداخل معاك في بيتك ونايم معاك وصحي معاك ورايح معاك وداخل معاك وخارج معاك، عمليه مش عارف تخلص منه. فيبقى حصنك في الحاله دي ايه؟ الاستعاذه بالله، حصنك هو الله، كانك دخلت حصن. فهمت بقى المساله؟ عشان كده هو عايز يبين لك هذا المعنى. وقد اشار مولانا جل جلاله لذلك بقوله: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فمهما كبر الامر جعل الفرج فيه اكبر. عندك ايه؟ فرح. الفرح تمشي لما يكبر الامر، تفرح انك انت حصلته او نجيت منه تمشي، لكن هي الفرج احلى. لكن على اي حال انا عندي النسخه بتاعتي لا اثق فيها عموما، لانها مليانه اخطاء هجائيه كثيره، فهي عايزه تراجع. فمهما كبر الامر جعل الفرح فيه اكبر، لان امر الشيطان والنفس اكبر، فجعل في الشيطان والظفر به نفس اللجأ، كما أخبر عز وجل: وجعل في النصر على النفس الأخذ في مجاهدتها على لسان العلم، فقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا. يبقى في جهاد في الله وفي جهاد في سبيل الله، يبقى الجهاد في القرآن جهادين، جهاد في الله وهو جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى جهاد النفس يوصلك لمقام الإحسان اللي هو المراقبة، فهمت؟ وإنما الجهاد في سبيل الله جهاد تاني مع العدو الخارجي بقى، يوم زي اليهود مثلا نقول نحاربهم شوية، هنحاربهم شوية وبعد كده نصلح نصالحهم وبعدين نحاربهم تاني وبعدين نصالحهم، لكن مش حرب كل يوم، إنما جهاد النفس ده كل يوم في كل لحظة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وجعل سبب العون على مجاهدتها حقيقة الاستعانة به. عشان كده شوف ربنا في الفتحة وخللنا الفتحة في كل ركعة صلاة، عشان أقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنك أنت في حرب مستمرة مع الشيطان، ومحتاج تكررها كل يوم، تكررها في 17 ركعة فريضة تكررها 17 مرة، وقدامهم 17 ركعة سنة تكررها 17 مرة كمان في السنة، 34 مرة في اليوم بالنهار وبالليل وبالصبح، سنن وفرائض في طول، علشان تستغرق حياتك في الاستعانة بالله، لأن حياتك في حرب مستمرة مع الشيطان الذي لا يقبل منك إلا أن يهلكك، لا يرضى منك إلا أنك أنت تكون في خسارة، وخصوصا أنت مش شايفه كمان، ما دي المصيب، وعلشان مش شايفه يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعوضك بسلاح قوي بقى ومتكرر ولا ينتهي ويستمر معك عمرك. تبقى ساعتها شفته ما شفتوش ده انت في حس، فهمت بقى المسألة؟ عشان كده دي تبين لك فضائل العبادات التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل سبب العون على مجاهدتها حقيقة الاستعانة به عز وجل بقوله تعالى: وإياك نستعين. ولذلك قال بعض أهل التوفيق: إذا نزلت بنازلة من أي نوع كانت المهمة فيها
إلى اللجأ فلا أبالي بها. واللجأ يكون على وجوه، فمنه الاشتغال بالذكر والتعبد وتفويض الأمر له عز وجل بقوله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما هو في السائلين. ومنه الصدقة لقوله عليه الصلاة والسلام: استعينوا على حوائجكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالصدقة. وفي رواية برضو: داووا مرضاكم بالصدقة. كل دي من وسائل اللجوء إلى الله. ومنه الدعاء لقوله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: من ألهم الدعاء فقد فتح عليه أبواب الخير. فكيف بالمجموع؟ بيعملوا المجموع ده كله، فهم يرون كل ما هو سبب إلى الخير هو عين الخير. الوجه السادس فيه دليل صوفي، لأنهم يقولون موت النفوس حياتها، ومن أحب أن يحيا بموت ومن أحب أن يحيا يموت. اللي عايز يحيا حياة حقيقية لازم تموت فيه نوازعه الأرضية، لابد النوازع الأرضية تموتها. طب ونوازع الأرضية دي لابد، طب ونوازع الأرضية دي أنا لازم أكل ولازم أشرب ولازم ألبس ولازم يبقى عندي مال ولازم يبقى عندي زوجة وعندي أولاد. شهوات ربنا خلقها فيه، خليها فيك بس لله، واستعملها بالطريقة اللي هو المباح. يعني انت بتحب المال، ما يجبرش حد يحب المال، بس حب المال الحلال اللي جاي من وجهه من وجهه الصحيح، مش اي مال. لو ورد عليك الجبال من الاموال ومن حرام ولا تلتفت اليها، فهمت؟ يبقى انت بتحول حرصك اللي هو عايز يجمع كل حاجه من اي حته بلا ضابط الى ضوابط شرعيه، فكانك انت موتت هذا الحرص بالضوابط الشرعيه. فهمت ازاي؟ يبقى انت موتت هذه النفس، ما موتهاش بالكليه لكن وجهت نيتها. فهمت بقى المساله؟ انت مثلا عجول، خلق الانسان من عجل. عارف ربنا خلقك من عجل ليه؟ لتعجل اليه، مش لتعجل للدنيا. فالعجل ممكن يبقى مفيد ليك، بس انت بتحطه في امور الدنيا. هو ربنا خلق فيك العجل علشان سارعه الى مغفرة الله، عشان سابقه، عشان فره الى الله، مش علشان فره للدنيا. فيبقى العجل اللي حطها لك جواك الاستعجال ادهولك علشان توصل به اليه، وعجلت اليك ربي لترضى. فالعجلة تكون فيها الندامة اذا كانت للدنيا، وتكون فيها السلامة اذا كانت لله. فانا مش عايز اموت العجله، غلط اموتها، لكن اظبطها، اظبط اتجاهها، بدل ما هي عجله في الدنيا اخليها عجله للاخره. فهمت؟ طيب انا بخاف، طبيعه الانسان يخاف، يقول لك ده بيخاف وما يختشيش، شو يقول لك؟ طبيعه الانسان كده يخاف وما يتكسرش، ما يتكسرش انه يخبي خوفته يعني. فهمت ازاي؟ طيب ما يجراش حاجة، هو ربنا ما خلق الخوف علشان تخاف منه، مش عشان تخاف من الأسد ولا تخاف من الحية ولا تخاف من الناس ولا تخاف من إيه؟ من نقص الرزق. ده خلق الخوف فيك عشان ما تخافش إلا منه، فتخلي خوفك من الله بس يقوم يأمنك من كل الجوانب. لكن انت لو ما خفتش من الله وخفت من غير الله لا تأمن من أي شيء، تلاقي الخوف هو ركبك ومرعوب على طول. فاهم؟ يبقى انت معناه موت النفس مش معناه ان انا اقتلها. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا اننا نموت نفسنا ولا تقتلوا انفسكم. يبقى موت النفس عند الصوفيه مش معناه قتل النفس، ده موت النفس موت النوازع الارضيه وجعل طبائع النفس التي تكون فيها اذا وجهت للدنيا مذمومه تكون عظيمة إذا وجهها إلى الله. يبقى نفس الأدوات اللي ربنا ادهالك وهي اللي بيها بتحجبك عن الله ادهالك عشان توصلك لله، جعلك طماع ما تشبعش. لو اديتك واحد تقول طب خلي اتنين، واحدة في ايدي واحدة في بوقي، ادي لك اتنين تقول لي طب اديني تلاتة عشان تبقى واحدة في التلاجة، أدي لك ثلاثة تقول لي طب خليهم أربعة عشان نراضي، أديك أربعة تقول لي طب خليهم خمسة عشان ابني.
ادي لك 5 تقول لي طب 6 علشان لو جالي ضيف، ادي لك 6 تقول لي طب خليهم 7 علشان يمكن ابويا يطب عليا، يعني ما تشبعش. دي طبيعه الدنيا كده، الانسان كده طماع، عارف خلقك طماع عشان تطمع في الله مش تطمع في الدنيا، فخلي طمعك في الله مش في الخلق. خليك طماع برضو، انا عايزك طماع وتبقى ولي وانت طماع، بس تخلي طمعك في الله بقيت ولي. فهمت بقى؟ يعني انا مش عايز تقتل الطمع فيك، لا، انا عايزك تخلي الطمع في الله انما ما تقتلوش، لانه ربنا ارادك تبقى طماع، عارف ارادك تبقى عينك فارغه من سواه. يقول لك عينه فارغه يعني ما يملهاش حاجه، اصله ما يملهاش الا ربه. فهمت بقى ازاي؟ حتى تدخل الجنه وفيها كل النعيم وربنا يجدد عليك النعيم، لانك انت مش عبد النعيم، ده انت عبد المنعم. هو حتى بياخدك من النعيم بانك تمل النعيم، لكن لا تمل مولاك. فهمت؟ هو مش عايزك تركن حتى للنعيم، يقوم ياخدك اليه منه. انت مثلا ما عندكش صبر، ما عندكش صبر خالص، عشان عجول. قلة الصبر ده تخليها ايه مع مولاك، يعني ما تصبرش عن مولاك، لكن طول ما انت مع الله اصبر بقى على كل شيء عما سوى الله، فيبقى الصبر مذموم في كل شيء الا عن الله، الصبر محمود في كل شيء الا عن الله فهو مذموم. يبقى خلق فيك الصبر علشان تصبر على ما تواجهه في الأكوان، ولا تصبر على هجرانك ربك. فهمت؟ يبقى الصبر محمود كله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إلا الذنب الوحيد في الصبر إنك أنت تصبر عن الله. واخد بالك؟ يبقى عندك انت الصبر والجزع نفس الحكاية، الجزع اللي هو ايه؟ عدم الصبر، لا تجزع ابدا من شيء يصيبك، اجعل جزعك وخوفك من الله عز وجل، حتى لا تأمن مكره ولا في نفس الوقت تترك رجاء تقنط من رحمته. فلا بد انك انت تبقى باستمرار مظبط هذا كله. الحرص خلقه فيك عشان تبقى حريص على الوصول لطاعه مولاك، مش عشان تجمع الدنيا. خليك حريص كده، يقول لك حريص هانم وحريص فلان، يعني راجل بخيل. خليك بخيل بقى، لانك انت ما تضيعش لحظه من عمرك الا مع مولاك، تبخل انك تضيع عمرك فيما لا طاقه فيه. يبقى هنا بخل ممدوح. انا ماذا بنت هذا البخل؟ هو انت بس اللي ممدوح؟ سيدنا محمد هو اللي ممدوح، سات على اسمه، انت اصلا استعرت الاسم. فهمت؟ الممدوح حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا بس ايه بناخده منه من باب الوراثة لا من باب الاصالة. الاصالة فيه واحنا بس بناخد وراثة فيه. يبقى خلاصة ادي معنى موت النفس عند الصوفية، لان في ناس كتير مش فاهم، يقول لك يعني اموت نفسي؟ تصوف ده غريبة، ده ربنا حتى بيقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ايه الجماعة دول؟ والله انا سمعت ناس بيقولوا كده، لانه مش فاهم المشايخ يقصدوا ايه. والمشايخ بيقصد تموت نفسك اذا كانت ناهمة بالدنيا، واجعلها حريصة على مولاه ربها، بس نهمها في طاعة مولاه. يبقى النهم شيء كويس، تبقى راجل ناهم، بس خليك ناهم في الطاعة في ذكر الله. لا ده هو يجي كله 3-4 ترغيفة في الأكل، ويجي يصلي يقرأ الفتحة قل الله أحد وبعدين ينام، لكن لما يجي يأكل يقعد يأكل 3 ساعات. لا شوف النبي بقى كان يأكل أكل المتعجل، ويجي يصلي 3 ساعات. نهى النبي في الصلاة وعلت قرة عيني في الصلاة، شفت بقى نهمته كده.
لكن عند الأكل عند مستعجل أكل المتعجل كن في الدنيا كعابر سبيل. شفت الكلام؟ يبقى العجلة عشان تخلص من الدنيا بسرعة بدري بدري. يبقى دي معنى موت النفس عند الصوفية. موت النفس عند الصوفية ألا تجعل نوازعك أرضية بل تجعل نوازعك علوية. هي دي الحكاية. لكن خليها موجودة بس توجهها. يبقى المكافحة انك انت تكافح نفسك انك انت تغير اتجاهك. بس فيه دليل صوفي لأنهم يقولون موت النفوس حياتها، ومن أحب أن يحيا يموت، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما هانت عليه نفوسهم وخرجوا وهم راضون بالموت في ذات الله عز وجل، لأن من يخرج كما وصفناهم به أولا يعني مجروحين وتعبانين وجايين من غزوة الأحزاب مرهقين، والنبي يقول لهم لا روحوا على بني قريظة يعني طائعين من حرب حتى ما تهوش هدنا يستريحوا ويغيروا لهمهم حتى ده عملية صعبة بقى رايحين في صورة صعبة. فأثاروا طاعة مولاهم على حاجة جسمهم وحاجتهم البشرية المعتادة، أم ربنا وهبهم الحياة بقى. فقد عزم على الموت فعند ذلك ظفروا بالنصر والأجر والأمن. كذلك حال أهل التوفيق ببذل النفوس وهوانها عليهم نالوا ما نالوا، وبحب أهل الدنيا نفوسهم هانوا وحق عليهم الهوان هنا وهناك. وقد ورد في الحديث ما من عبد إلا وفي رأسه حكمته بيد ملك، فإن تعاظم وارتفع ضرب الملك في رأسه وقال له اتضع ووضعك الله، وإن تواضع رفعه الملك وقال له ارتفع رفعك الله، من الله علينا بما به يقربنا إليه بمنه. يعني ما من عبد إلا وفي رأسه حكمته. عارف اللجام محطوط جوه إيه؟ فم الناقة كده، يوم ما يجي عايز يحكمه يشده يوم يقلمها وتقف. أو كذلك يقول لك إن الملك ايه ماسكك ليقودك، اذا ارتفعت وتكبرت يروح شادر اللجام يقول لك اطلع، واذا تواضعت يروح شادر اللجام للعلو يقول لك ارتفع، من تواضع لله رفع. وعشان كده النبي لما عرض عليه ان يكون عبدا نبيا او ملكا نبيا فاشار اليه جبريل ان تواضع فقال عبدا نبيا، فجعله نبي الانبياء، جعله امام العالمين. أما أهل الأرض وأما أهل السماء، أما أهل الأرض لهم جميع الأنبياء في الإسراء، وأما أهل السماء وإمام أهل السماء في المعراج، فصار هو إمام أهل الأرض وإمام أهل السماء لأنه هو أكثر الناس تواضعا لمولاه. فلما كان أكثر الخلق تواضعا كان أعلى الخلق قدرا ومرتبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من بركاته صلى الله عليه وسلم وأن يقبلنا عنده جميعا. اللهم يا محصي كل شيء عددا وعلما، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المحصي وعلى آله أكمل من أحصى الأنفاس والأوقات واللحظات في ذكرك وإرشاد عبيدك، ولم تصح منه غفلة لكمال مراقبته لمن أحصى كل شيء علما، صلاة تمنحنا بها مراقبة لأنفسنا وأقوالنا فلا نضل ولا ننسى، ونكون ممن أحصى أسمائك الحسنى تعلقا وتخلقا وتحققا، لنتحقق بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اللهم يا مبدئ يا معيد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المبدئ المعيد وعلى آله الذي بدأت به الأكوان من حجرة العدم وأعدت به الخلق من ظلام الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهداية، صلاة تبدي لي بها ما خفي عني من حقائق العلوم والفهوم لأزداد إيمانا وخشية، وتعيد ذلك على جوارحنا طاعة وعلى ألسنتنا بيانا وإرشادا وعلى قلوبنا نورا ويقينا وعلى أرواحنا شهودا وعلى أسرارنا أنسا وحبا. يا الله يا من بدأ الخلق بالرحمة أعد عاداتك علينا لتختمها لنا بالرحمة يا رحيم، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اللهم يا محيي يا مميت، يا من خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المحيي المميت وعلى آله الذي دعانا لما يحيينا فأحييت به من استجاب لك وأمت قلب من عصى وأعرض عنه،
صلاة تحيي بها أعمارنا في طاعتك، وقلوبنا بذكرك، وعقولنا بالتفكر في آلائك وآياتك، وتميت فينا كل مخالفة ومعصية وغفلة وحيرة، فنكون ممن قلت فيهم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.